للمزيد معي عبر الهاتف العميد ركن بحري علاء سيادي قائد خفر السواحل. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. بداية هذه العملية الأمنية الناجحة التي قامت بها قيادة خفر السواحل أحبطت خلالها تهريب هذه الكمية من المواد المخدرة، كيف تم إنجاز هذه العملية وكيف هو مستوى التنسيق مع بعض إدارات وزارة الداخلية التي أعانت في عملية الضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحييكم السادة المشاهدين. أهلا بك. ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة لنا نبين الجهد المتواصل حقيقة من منسوبي خفر السواحل في جميع الأجهزة والمجاميع في إنفاذ القانون في مياه مملكة البحرين. وحقيقة أنا أود أستغل هذه الفرصة أني أشكرهم شخصيا وأقدم لهم كل الاحترام والتقدير، خصوصا أنهم كانوا في أول وثاني أيام العيد. إضافة أن إحباط هذه العملية حقا كان بالتنسيق الجيد والحس الأمني الواعي وإسناد جميع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة في هذه القضايا. نعم. عندما يقال بأن المنظومة الرادارية ساهمت في تحديد مكان الشحنة التي تم إلقائها في البحر، ما هو عمل هذه المنظومة الرادارية وما الأداء الذي تقدمه في ضبط مثل هذه عمليات التهريب؟ نعم أخي العزيز، مثل ما حضرتك تبين في مقدمة الخبر مشكور على ذلك، أن الرصد الأولي للهدف كان حقا في المنطقة الشمالية البحرية المملكة البحرين، وتم تأكيد رصد الهدف أيضا من نقطة تفتيش اليارم واللي على ضوها تم بواسطة القيادة والسيطرة الموجودة في مركز العمليات البحرية توجيه الدوريات لاعتراض الهدف بالقرب من السواحل الشمالية لمملكة البحرين. لكن الهدف عند مشاهدة الدوريات الاعتراضية غير اتجاهه إلى المياه الضحلة، لكن تم تطويقه والقبض عليه. الحمد لله بفضل وجود المنظومة الرادارية والتي تعمل حقيقة على مدار الساعة، وهناك انتشار قوي لجميع الدوريات البحرية ودوريات إسناد الأمن البحري تواجدهم في جميع مناطق المسؤولية للقيام بمسؤولياتهم لفرض الأمن البحري. ما يفوتني حقا هني أن أتقدم بالشكر والامتنان لسيدي معالي وزير الداخلية لدعمه المتواصل لخفر السواحل ضمن استراتيجية التطوير والتحديث الشاملة لوزارة الداخلية. شكرا جزيلا لك العميد ركن بحري علاء سيادي قائد خفر السواحل.